مساء الخير. أنا شاركت من المغرب، شاركت في ملتقى للتبادل الثقافي وهو ملتقى عربي أوروبي، وكان لي الشرف أن ألتقي بثلة من المثقفين. يعني كان هناك شعراء، أدباء، علماء من كل الأقطار ومن كل الدول، وكلهم يعني هدفهم هو أن الثقافة دائما تكون هي التواصل بين كل اللغات، بين كل الناس، بين كل المثقفين. ويعني كان ملتقى ناجح بكل المقاييس، وكل هؤلاء يعني المشاركون كلهم كانوا يتحدثون عن سلام وعن ثقافة وعن علم وعن هذا ما جمعنا في هذه الأرض السعيدة، أرض إسطنبول بتركيا، وتركيا التي ترحب بالجميع طبعا، ونحن ممتنون لهم وللرئيس السيد عصام البدري، ونتمنى أن يتجدد مرات ومرات مثل هذا الملتقى، وشكرا.